السلام عليكم ورحمة الله وبركاته على كل الوطن العربي والناس اللي هيتفرجوا علينا النهاردة. أنا هكون في ضيافة شخص الفترة اللي فاتت دي الدنيا كلها اتأثرت بيه في مهرجان أولمبيا مصر 2021. عمل حاجة أغلب لعيبة كمال الأجسام أعتقد ما عملهاش قبل كده. هو أول واحد من الأشخاص اللي أنا شفته يعمل حاجة زي كده، ألا وهي وإحنا كنا موجودين في التتويج، لحظة التتويج. انا دايما بيبقى واقف قدامي شخصين او ثلاث اشخاص الاخرينيين، اللي هو الثالث والثاني والاول، وببتدي اقرا النتيجه قدامي وباخد رياكشنات، ببص على رياكشنات الافراد اللي قدامي او اللعيبه احساسهم عامل ازاي، عشان لما اقول النتيجه ابقى متوقع ايه اللي هيحصل بالظبط. فبصراحه انا النهارده هكون في ضيافه، انا قلت له ان انا هاجي ازورك في البيت، انا في ضيافه طبعا عمر نصر. عمل انجاز من مش انجاز رياضي قد ما هو انجاز للاخلاق، يعني دي حاجه جديده بالنسبه لي خالص، انا جديده عليا جدا. ف انتوا متعودين دايما اللقاءات بتاعتي بتبقى بره مع لعيبه محترفين وكده، بس المره دي موضوع مختلف تماما عشان عمر نصر يستحق. في طول 185 لمهرجان اولمبيا 2021 هتكون من حظ ونصيب رقم 17 عمر نصر. مساء الخير. مساء النور. ازيك؟ الحمد لله بخير. انا دايما لما باجي اعلن النتيجه لاي حد لازم ابقى شايف الرياكشن بتاعه هيستقبل النتيجه ازاي، بحس ان هو لو هحس انه غير راضي او حاجه زي كده بحاول ايه اهندل معاه الدنيا. فانا شفتك بصيت لك مش عارف اخد رياكشن منك، مش عارف اقرا انت هتعمل ايه، فقلت خلاص بيدي لا بيدي عمرو لازم اعلن النتيجه للجمهور. فقمت قايل اسمك، لقيتك طالع مبسوط بحماسه بتاعت المركز الاول واكتر من كمان من المركز الاول. يعني انا عايز اقول لك انا وصلت لمرحله ان ابتدي افكر هو الراجل ده فهمني صح ولا فهمني غلط، يعني هو مش هو انت مش اول انت ثالث. فبعد ما توجنا الاول والثاني انا لاحظت ان السعاده موجوده عليك بطريقه غير طبيعيه. طبعا لا يعني لا توصف، وعمال متهيص ومبسوط جدا بالمركز. فانا قلت لا انا لازم اروح اطمن ان الراجل ده فاهم ان هو واخد تالت مش واخد اول. فانا لما دخلت عليك بالمايك قلت لك مبروك عليك المركز التالت، انا هو عارف لو هو في الاول انا عايز افهمك او افهم انت فاهم ولا مش فاهم. فلقيتك انت انا قلت لك انت ما بتعيط لي، انت مبسوط بالمركز التالت، فانت مبسوط قوي. انطلقت مبسوط قوي طبعا، وشكرت المدرب بتاعي، شكرت الناس اللي وقفت معايا، والدتي واختي الصغيره اللي هم يعني الجنود المجهولين في الرحله كلها، يعني انا فعلا من غيرهم ما كنتش قدرت اكمل ربع الرحله لوحدي. يعني الكابتن بتاعي ووالدتي واختي قعدنا سنه كامله بنحضر للماتش. الماتش اتاجل مرتين، مره في الاول كنا فاكرينه في 4، ما كانش لسه يعني كانش في اعلان رسمي، كانش في لسه اعلان رسمي، وبعد كده قالوا ده في 8. وبعد كده لما حصل ان الناس اللي جايه من بره مهرجان اولمبيا بتاع هو اكترها كان موضوع الكورونا او الكورونا برضو هي اللي عملت الريستريكشنز، وكان يعني كان النقطتين دول فاتاجل تاني شهر 10. فالتحضيره طولت قوي، وفي نفس الوقت احنا ما وقفناش، يعني فضلنا مكملين بنريح سنه صغيره اسبوعين ثلاثه ونرجع نكمل. وكانت اول تحضير ليا في حياتي، وقررت ان انا يوم ملعب هلعب على التوب ليفل، هلعب المستر اولمبيا. يعني مش هجرب رهب، الناس كلها كانت دايما تقول لي قلقانين من رهبه المسرح وتخاف وما تعرفش تعرض، واعتقد ان انا نفسي كنت قلقان من حته ان انا ممكن ما اعرفش اعرض، اتمرن على البوزنج، في ناس جنبي بتلعب بقالها بالاربع والخمس سنين ماتشات. بس لا، لما شفت الفيديوهات اصلا ما صدقتش ان انا كنت بعرض كده او واقف بالمنظر ده، واتبسطت جدا. الكابتن بتاعي طبعا ما سابنيش، والدتي واختي يوميا على مدار سنه كامله من الساعه 5 ومن الساعه 4:30 الفجر تجهيز الوجبات بتاعتي، الخمس وست وجبات بتوعي، تجهيز شنطه التمرين، تجهيز الهدوم بتاعتي، كل حاجه. يعني انا دوري بس ان انا بنفذ واكمل المشوار بتاعي بس. وطبعا
المركز الثالث في اول وقفه. انا كنت رايح العب ان انا باخد التجربه بلعب وسط اعلى لعيبه في مصر، وكان في لعيبه اجانب بتلعب معانا كمان. يعني كان في لعيبه اجانب ما صفوش معانا، يعني احنا كسبناهم كمان الحمد لله. فلا كانت تجربه جميله جدا. انا بالنسبه لي عايز بس ايه، تعالوا نشوف المشهد ده ونرجع تاني. انا عايز اعرف حاجه، انت بتعيط ليه؟ صوت قوي. انا اول مره اطلع على الستيج وعملت تالت اولمبيا. انا عايز اشكر الكوتش بتاعي كابتن احمد سامي العزم. عايز اشكر والدتي اللي صحيت كل يوم الساعه 5 الفجر تعمل لي الاكل بتاعي وتغسل لي هدومي وتحضر لي الشنطه بتاعتي كل يوم الساعه 5 الفجر، وهي مش مسؤوله عن الكلام ده. انا عايز اشكر الكوتش بتاعي اللي قعد معايا سنه كامله بيحضر فيا واقعه والتانيه والتالته وبرضه كملنا. انا عايز اشكر كل عقبه عدت في حياتي. انا هنا مش المركز الاول بس انا فرحان مبسوط، يمكن اكتر من الخد الثاني واكتر من الخد الاول. بعد ما شفنا المشهد اللي الناس كلها تأثرت بيه وساعة فوزك، وبعد ما اتوجت ولبست الميداليه وساعة فوزك، وابتديت انا اوجه لك السؤال على المسرح، وانت خدت المايك وانطلقت ما شاء الله. يعني الكلام حتى ما كانش متحضر، الكلام كله كان طالع من القلب، واللي من القلب بيوصل للقلب. فعشان كده الناس صدقت لان الكلام كان حقيقي فعلا. اعتقد ان انا لو محضر كلام اقوله، محدش بيتكلم اصلا على الستيج، مفيش حد بيتكلم على الستيج، فانا لو محضر كلام اقوله ما كانش طلع مني بالمنظر ده. لا هو بدليل كمان ان انا لما لفيت للاول قلت له معلش سامحني ان انا باخد فرحه الاول. طبعا هو ليه الاولويه اكيد طبعا. فقال لي، قلت له ايه تعليقك؟ قال لي بجد لا تعليق، هو اول يعني هو الاول قال عليك ان انت الاول. يعني كانت لحظه كلها رياضه وكلها اخلاق رياضه. سواء من المركز الثاني كابتن احمد حمايل نذكر اسمه برضه، جه ساعتها وحضني، وكابتن احمد مهدي المركز الاول برضه، يعني منافسين توب ليفل، جه برضه سلم عليا وانا رفعت ايدي ساعتها. كان المشهد كله حلو على القلب، يعني هو كله مشهد رياضي، الناس كلها انبسطت بيه. انا عايز اشكر كل عقبه عدت في حياتي. انا هنا مش المركز الاول بس انا فرحان مبسوط، يمكن اكتر من الخد الثاني واكتر من الخد الاول. دلوقتي وانا كنت بسألك على المسرح وبقول لك إحساسك والناس كلها كانت لمسة مشاعرك، لدرجة إن في ناس من الجمهور أنا أعرفهم قالوا لي إحنا دمعنا من الكلام اللي هو بيقوله. فأنت جيت في حتة ومتقايل أنا عندي، أنا بشكر كل الظروف والعواقب اللي جات في حياتي عشان تخليني أقف على المسرح ده. الناس طبعا كلها شغف جامد جدا يعرفوا إيه الظروف وإيه المواقف اللي حصلت. طيب إحنا ممكن يعني الظروف نحكي عنها للناس. مبدئيا في بداية التحضير كنت بديت اول مره افكر ان انا ابدا احضر، بقى جت كورونا فقعدت في البيت حوالي 5 شهور واشتغلت برضه على نفسي، كنت بتمرن. ده مش السنه دي، السنه اللي فاتت. السنه اللي فاتت كمان، من سنه ونص بالظبط. يعني من 24/20 سنه ونص بالظبط. فلا كنت بتمرن، كنت بروح الجيم لوحدي، بيتفتح لي مخصوص وبتمرن لوحدي. طبعا كانت فتره طبعا صعبه جدا ماديا، لان انا اصلا شغلي في المجال الرياضي. احنا اول مجال قفلنا، عنا 5 شهور في البيت ما بنشتغلش وكملت. بعدها حصل لي مشاكل، ضغط نفسي وصل ان انا ضغطي بيوصل ل 220/160. اوه كتير. 220/160 انا يعني. في ناس مرضى ضغط ضغطهم ما بيوصلش للرقم ده. بعدها حصلت مشاكل في شغلي، خسرت حوالي مبلغ كبير، حوالي 50,000. كان حصيلة سنة ونص شغل مثلا، دخلت شغل وخسرت الفلوس دي كلها. وكانت دي كانت الفلوس اللي انا المفروض ان انا هشتغل بيها للتحضير. بعدها رجعت تاني وقفت على رجلي. ومن كتر بقى الموضوع كله كان ضغط نفسي، سافرت كام يوم، رجعت من السفر تعبت تاني، اتنقلت على المستشفى 3 ايام في المستشفى مش عارفين انا فيها ايه، بين الحياة والموت ومش عارفين انا فيها ايه. ده حرفيا حصل. وضغطي سليم، كل مؤشرات الحيوية سليمة وكل حاجة سليمة، بس انا بموت ومتعلق لمحاليل. ورجعت كملت. اصابات حوالي 5 أو 6 اصابات، اصابة في ظهري، غير ان انا عندي مشاكل في ركبي ومشاكل في الحوض، التهابات بقى في الركب بسبب الكارديو. كل المشاكل دي وراثية، اعتبر مشاكل الركبة والحوض مشاكل وراثية، مش اصابة، يعني هي مشكلة عندي اصلا. فاهم. اصابات بقى في الظهر، واصابات في الكتف حصلت برضه على مدار التحضيره، في نص في بدايه التحضيره خالص.
ادت ان انا وقفت تحضير، خسرت كل العضلات اللي كنت عملتها لان ما كانش في نفسيه ان انا اكمل، خسرتهم في حوالي 20 يوم يعني من كتر ما النفسيه ما كانت وحشه خالص ومدمره. قمت راجع تاني مكمل برضو. حصل بقى بريك اب في حياتي مع الحد اللي كنت مرتبط بيه عاطفيا. عاطفيا. فطبعا كانت مشكله كبيره يعني، برضو اضطريت اوقف. وكنت انا بقى ساعتها بقى لا ده انا هسيب الشغل واسيب التمرين وهقعد مش قادر اشتغل ومش قادر اتمرن. ولا قلت لنفسي لا خلاص يعني، هو انا هدف واحد بقاله سنين طويله. اسمع مش انا اسف عشان دي حته قويه جدا. دايما العاطفه بتبقى مسيطره اكتر وبتجيب ناس الارض وبتسبب لهم حالات احباط. خرجت من الدايره دي سريعا ازاي؟ ما اقدرش اقول لك ان انا خرجت منها، على قد ما كان الموضوع دايما عندي. بقولها حتى للشباب الصغير اللي اصغر مني، انا مش كبير في السن بس اللي هم مثلا 18 و19 سنه. الموضوع ملوش دعوه بالشغف على قد ما له دعوه بالمسؤوليه تجاه نفسك. يعني كنت حاسس بمسؤوليه تجاه نفسي، اللي هو طب هقعد دلوقتي، طب ما هيفوتني كل حاجه. فليه لا، هقع واشتغل وانا واقع، هتمرن وانا واقع، هشيل الاوزان اللي انا بموت فيها وانا برضو واقع، هاكل الخمس وست وجبات وانا واقع، هعمل كارديو بالساعه وانا واقع مفيش مشكله، ومسيري هقوم. وفعلا قمت وكملت، وبقى الموضوع بالنسبه لي خلاص بقى كله بيتفرج. كله بيتفرج، الناس اللي تعرفني طبعا، مش حاجه شهر قوي. الناس اللي تعرفني كله بيتفرج الراجل ده بيتعب ازاي. اللي هو وصلت ان كان في ناس في الجيم عندي على الجهاز بتاع الاستير ماستر اللي كله بيلعب عليه كارديو، حد يقول لي يا كوتش محدش في الجيم كله بيتمرن على الجهاز ده غيرك. يعني انت بتيجي الصبح 7 الصبح وبتتمرن تاني بعد الشغل بتاعك، كل يوم بتوصل ل 90 دقيقه و120 دقيقه كارديو، محدش بيتمرن على الجهاز ده، محدش بيستحمله غير التمرين اللي بيوصل بالساعه ونص. كل دوت وانا نفسيا طبعا مش احسن حاجه. ما اقدرش اقول ان انا قمت منها بسرعه، لان العلاقات العاطفيه زي الادمان. طبعا العلاقات العاطفيه هي مش زي، هي ادمان، لان ده حقيقه فعلا. بس وبعد كده قمت وكملت. انت ابهرتنا اصلا عشان تبقى فاهم. بس هو ابهار بجميع المقاييس، ابهار في الاخلاق، ابهار في المستوى، ابهار ان انت اول مره توقف على مسرح وما كانش عندك رهبه مسرح وكنت عارف تدير الكلام. انا كنت عمال برفع ايدي ومبسوط والناس تشجع وبتاع. الموضوع كان بالنسبه لي عارف، انا وصلت المرحله اللي هو ايه، في حديث قدسي بيقول، مش فاكر نصه بالظبط بس هو الشيخ شعراء دايما كان بيقوله، اللي هو انت لو رضيت ارحت قلبك وبدنك وكنت عندي محموده، وان انت لم ترضى لو سلطنا عليك الدنيا تركض فيها ركض الوحوش في البريه، ومش هتنال منها برضو غير اللي انا كاتبه لك. فانا كنت وصلت المرحله اللي هو طب تحضير البطوله ده محتاج ايه؟ كارديو، عملت كارديو. دايت، محدش عمل دايت في مصر قدي، 7 شهور بعمل دايت فعلا. تمرين كل يوم بالساعتين الا ربع وبالساعتين تمرين ورك اوت، بطلع من التمرين بزحف خلاص. هي بص على كلمه الرضا اللي انت قلتها دي، يعني انا وقفت عند اللي انت عملته ده بصراحه، وانحنيت لي وابتديت اتكلم مع الجمهور على اللي انت بتعمله. كميه الرضا اللي كانت عندك دي حلوه. بعد كده لما روحت البيت انت ستيل في دماغي، انت ما روحتش. لان انا فضلت اتكلم مع الناس اللي حواليا في الدايره بتاعه مهرجان اولمبيا على اللي عمر عمله. بصراحه كان جديد عليا انا شخصيا، فانا بصراحه كنت يعني مبهور بيه بشكل رهيب. ففضلت اتكلم عليه طول الليل لغايه لما روحت البيت لقيته بعت لي رساله على الفيسبوك، وانا من يعني عمري في حياتي ما فتحت المسج بتاعت الاذرز دي. انا توقعت ان انت مش شايفها اصلا يعني. بشكرك، اللي هو شكرا ان انت اديتني الفرصه اطلع كلام انا ما كنتش متخيل انها اقوله اصلا. انا عمري في حياتي كله ماشي كده، عمري في حياتي ما فتحت الانبوكس بتاع الاذرز ده. مش يعني مش مثلا تكبرا مني او حاجه، بس كميه الرسائل اللي جايه في الانبوكس اصلا ما ألف رسالة مش وصلت. مش مدياني فرصه ان انا ابص الناحيه الثانيه، فاهمني؟ فانا سبحان الله فتحت هناك لقيتك اول رساله، فانا فتحت، انا كنتش عارف مين عمر نصر. فانا فتحت اشوف فلقيتك انت ايه كاتب لي شكرا على اللي حصل. فانا اصلا انبسطت ان اللي عرفتك كونكت معايا اوصلك يعني، فاهمني؟ لان انا ما كنتش عارف لسه دوامه على ما اوصلك، ومش عارف انا مش قاعد في مصر. فانا قلت ايه يعني، يا رب الحق ان انا اقابله قبل ما اسافر. فلقيتك بعت لي، فقلت لك حاجه واحده بس لما اتكلمنا، قلت لك انا عايز اجي لك ازورك عشان خاطر بس اعرف كميه الرضا اللي عندك دي انت جبتها منين. انا عايز اقول لك باللي انت قلته ده، اللي انت قلته ده مع احترامي ليك طبعا، انت مركز اول،
لما يكون البني آدم عنده الرضا ده انت راضي. لما يكون بني آدم عنده رضا بال وجنب الراجل ده برضو نفس الكلام. الرجالة دي توب توب توب. انت عايز ترد تقول ايه للكلام؟ قديه عظمة. انا فخور اسلام، انا فخور باللي بيحصل، انا فخور باللي بيحصل جدا. ففعلا جيت بيت جميل ما شاء الله، الله اكبر، بيت جميل جدا. يعني هو شخص لقيته مثقف. انا عايزك بقى نعرف الناس عليك، انت دارس ايه؟ انا دارس هندسة ميكانيكا انتاج جامعة الازهر. انا اصلا كنت الاول على مدرستي في الثانوية الازهرية. ده النقطة الدراسية. بشتغل في مجال التدريب بقالي حوالي 7 سنين، 7 أو 8 سنين. درست، خدت شهادتين دوليين، شهادة الـ PFT من الـ IFPA دي في التدريب، وشهادة النيوتريشن من الـ American Council of Exercise دي في التغذية. بتمرن من حوالي 10 سنين، والتدريب من حوالي 7 سنين. الشغل بس ما فكرتش بطولات قبل كده؟ بطولات بقى كانت النقطة عندي، ان انا دايما الفريم بتاع جسمي مش راكب على البطولات في مصر، او مش راكب على فئة ان انا العب فيزيك وفي نفس الوقت مش عارف اطلع للكلاسيك فيزيك، لان انا عندي مشاكل في رجلي. ممكن اغلب الناس ما تعرفش الحاجة زي دي، لان انا ما بقعدش اقول عندي مشاكل وعندي مشاكل، بس عندي مشاكل في الركبة ومشاكل في الحوض، ومحتاجين فترة تأهيل طويلة جدا حوالي 6 لـ 8 شهور. فبحكم الشغل ودومة الحياة انا مش عارف اعمل لهم التأهيل، فيدوب بمشي نفسي، بتمرن رجل وكل حاجة ومرتين في الاسبوع، بس ما اقدرش اعمل رجل تنافس على مسرح. فعايز العب فيزيك. فدايما كان تحكيم الفيزيك صغير قوي، اللعيبه صغيره جدا، وجسمي مش نافع، مش هقدر اعمل الفورمه دي. ممكن ابقى عامل عضلات احسن بس انا ما اقدرش انافسهم. مش ده اللي الحكم عايزه. ما هو الفريم بتاعك انت ينفع في البرو ليج بالظبط. لحد بقى ما حصل الموضوع ان في اليت وفي برو ليج، فكانت فرصه ممتازه. وكمان اولمبيا جت لنا مصر. طبعا بره مصر الوضع كان صعب قوي، مصاريف بقى التيكتس والفيزا والفيزا اللي بتترفض كمان والفندق وتذكره الماتش ذات نفسه. يعني الموضوع اصلا قبل ما تبدا تحضر تكون محضر لك مثلا 30,000 جنيه عشان اصلا توصل للماتش هناك. تمام. فطبعا كل دي كانت عقبات. صح. لحد بقى ما اتعملت اولمبيا في مصر السنه اللي فاتت. قلت استنى شويه، قلت العب السنه دي. والحمد لله خدت التجربه يعني، وطلعنا المسرح وعملنا مركز ثالث. لا حلو جدا. بس يعني كونك ان انت عملت مركز ثالث ده في حد ذاته، ودي اول بطوله ليك. لا لحظه واحده. في نقطه عايز اذكرها، انا لعبت بطوله من حوالي 8 سنين كنت 18 سنه. كانت بطوله صغيره كده، كانت بطوله في جيم من الجيمات، كنا حوالي 30 واحد وبتاع. فدي كانت اول مره ليا فعلا. اوكي. دي من 8 سنين. يعني مريت بظرف الاحتكاك يعني مع لعيبه اخرى يعني. بالظبط. كنت حوالي 18 سنه ساعتها. طيب دلوقتي بعد ما وصلنا ان انت خلاص مسكت المايك مني واتكلمت وقلت كل اللي نفسك فيه، انا كنت في اندهاش، الجمهور في اندهاش، لغايه لما خلاص انت سلمتوا على بعض انت والافراد الابطال اللي كسبانين، وبعد كده خرجت من المسرح وطلع اسلام قرطام على مسرح اولمبيا عشان يعمل مفاجاه. انت شفت الفيديو اصلا ولا شفتوش؟ اعتقد ان هو محتاج يقول حاجه للمركز الثالث. انا لازم ابهار. انا شفت ابهار. لا انا كل اللي هقدر اقوله ان احنا ككيو سكواد مش مساله الجينات بس، احنا بندعم الشخصيه، شخصيه البطوله. فانا اتشرف ان يبقوا معانا في الفريق بتاع كيو سكواد رقم 3، ان شاء الله يكون معانا. هنوصل له يا عيني. تعالى. طب انتوا رايكم ايه في المستوى بتاع اللعيبه النهارده؟ حاجه مشرفه. شفت الفيديو؟ قولي بقى ايه شفت الفيديو امتى وازاي وايه؟ شفت الفيديو وخرجت شفت انت خارج من الباك ستيج يعني عملت ايه؟ انا خرجت من الباك ستيج، كان الباك ستيج رقم فاضي خلاص، مفيش ولا بني ادم، لان احنا كنا اخر طول. ما كانش في غير المدرب بتاعي واقف بيتفرج عليا في الشاشات اللي في الباك ستيج. فطبعا جريت يعني حضنته طبعا. كان يعني احلى لحظه بعد الماتش. بعدها بقى ندهوني لجوه. بس ما يعني على ما دخلت كان مستر اسلام طلع والدره كان طلع، كابتن دره كان على الاستيج يعني. بس انت المدرب بتاعك انت ذكرت ليا ان هو اول تحضير يحضر لاعب لبطوله كان معاك انت. المدرب بتاعي من هو يعتبر
اشهر فيتنس انفلونسر في الوطن العربي في 2018 2019 2019 هو عايش في دبي اسمه كابتن احمد سامي العشري. هو كان اكتر شغله للناس اللايف ستايل. ايوه فاهم. بس هو النولج اللي عنده من حوالي مثلا 15 سنه من اشطر الناس في المجال حرفيا. وانا كانت مشكلتي دايما مع المدرب بتاعي ان انا عايز حد يفهمني ايوه اكتر من حد يدربني. فلقيت ده يعني حد قادر احتواك بالظبط، حد قادر يفهم نفسيه اللاعب مش مجرد يديني الورقه بتاعت التدريب ما انا اصلا ما انا بعرف اتمرن وبعرف اعمل دايت بلان وبعرف اعمل كل الكلام ده لنفسي. ايوه بس انا عايز حد يجايد ويديني البوش بتاعت النفسيه قوي. فاهم قصدك. هو كان اشطر حد في الحته دي. يعني احنا قعدنا فتره يعني سنه وشهرين بالظبط سوا. لا يعني انا كنت بقى لدرجه ان انا خلاص متدشمل في الارض وهو بيقومني تاني. وكانت اول بقى اول خطوه ان احنا نحضر سوا واول لعيب في التيم اللي عملناه. انا كنت لابس تيشيرت التيم على فكره هناك ذا فيت اليمنت التيم بتاعنا، وكان في لعيب تاني برضو معايا اسمه رمزي انضم للتيم. وحاليا التيم بيكبر بينا. طيب انت دلوقتي شكرته ورحت هناك باكستيج وفضلت مع المدرب بتاعك، وبعدين ابتديت تسمع ان هما كانوا بيدوروا عليك. احساسك كان ايه وانت بتدور عليك بقى؟ مش فاهم بدور عليا في ايه. طيب اللي هو انا عملت ايه بالظبط يعني هو اخد يعني اللي هو انت بتدور عليا عملت حاجه غلط ولا ايه؟ انت فاهم الفكره؟ لقيتهم بقى بيقولوا ان مستر اسلام قرر ان هو، انا شفت فيديو كده في التلفزيون بره باك ستيج ان احنا لا هنضمه للتيم. ايوه طبعا يعني خلاص يعني طب ايه تاني؟ اللي هو لا التجربه كانت حلوه وكيو سكواد اكبر تيم في الشرق الاوسط دلوقتي وسبونسر في مستر اولمبيا اورلاندو اللي هي امريكا. فخلاص ايه تاني بالظبط. طب اتفرجت على الفيديو بقى لما روحت البيت اكيد مع الاسره وشفت اللي انت عملته، كان احساسك ايه والاسره قالت لك ايه؟ الفيديو اول مره شفته انا خرجت من بعد الماتش ما فتحتش التليفون. يعني هو مفتوح بس انا ما فتحتش الداتا. مكالمات بقى عماله تيجي مكالمات، فاللي رديت عليهم بس كانت والدتي كانت بتبارك لي وبتاع وفرحانه وكده. بعد كده قلت اخرج، كان معايا ناس صحابي اللي جايين بيشجعوني في الماتش. خرجنا واكلنا وبتاع، فبفتح بقى الموبايل فوق ال 700 رساله حرفيا، والفيديو في كل حته بقى الوول كله الفيديو بتاعي. وشفت ولقيت ناس بقى بتكلمني ده مستر اسلام هيضمك للتيم. وهم كلموني برضو في الباك ستيج على ده. فطبعا كانت يعني اعتقد ده كان اسعد يوم في حياتي. حسيت براحه نفسيه. تاني يوم الصبح وانا صاحي خلاص يعني وصلت اللي انا كنت نفسي اوصل له وما كنتش مرتب له. يعني انا كنت احسب ان انا عشان اكسب اخش كيو سكواد. اكيد حلم كل لاعب في مصر انه يبقى في كيو سكواد. يعني اكبر تيم، حد بيدعمك نفسيا وماديا، فتقدر توصل لخطوات ابعد من لو انت لوحدك. فانا مرتب ان عشان اوصل لكيو سكواد انا لازم اخد الاوفر اول. يعني 3 من 300 أيوة. هم بياخدوا الاوفر اول بس. فاهم. لقيت نفسي لا ده انا هخش التيم يعني بترتيب ربنا يعني بس. اذا احنا قبل ما نصور انت قلت لي هاني انا كنت بحسبها بالورقه والقلم وكده. قول لي التعبير اللي انت قلته لي كده. ده كانت نقطه الرضا. ناس كتير قوي كانت بتقول لي الرضا اللي عندك. الرضا اللي عندي جايه من حته ان دايما كنت بحسبها بعقلي. لو مثلا انت مصدق ان حالك بقى ذكي وبتفهم في كل حاجه، فدايما بتحسبها حالك وتحسبها ورقه وقلم، وده جاي من هنا وده هيروح لهنا، فانت مستف كل حاجه حسابيا انها تمشي صح. مش حاجه بتمشي. يعني مفيش حاجه منهم كانت بتمشي. ليه ما تعرفش اللي هو طب ما انا حسابها صح اهي، اللي هو ده واحد ده واحد المفروض تساوي 2. لا ما تمشيش. وفي نفس الوقت حسبه من فوق من عند ربنا تيجي تبقى احسن بكتير، فتحس ان حسبتك البشريه حسبه يعني خيبانه خالص. مش لا مش لا هي بتاعت ربنا. هو اللي بيصير الامور، انت دورك بس انت بتسعى. يعني انا كان حد قال لي ان انا مثلا هيجي في وقت من الاوقات هلعب اولمبيا، حد قال لي كان ده مثلا من سنتين. مش هقول لك من 10 سنين وانا اول ما بدات حديد. لا من سنتين او من سنه ونص هلعب اولمبيا اول مره، هاخد ثالث، هخش كيس كواد، هصور حلقه زي دي. حلقه يعني هاني مثلا ما بيصورش غير مع محترفين، انور سيف وبيجرامي ومحترفين اجانب. فانا قاعد بصور في حالي كنت صدق والله انت بتقول ايه. فدي حسبه ربنا بقى. ده السبب ان الواحد كنت راضي وانا بلعب على الستيج، راضي بالمركز بتاعي، راضي بالتعب اللي انا تعبته. بس
انا بصراحه مبسوط ان انا قاعد معاك، وانا مبسوط جدا والله. وزي ما قلتها للناس كلها، انا اتعلمت منه حاجه جديده، ان فعلا لو انت عملت المستحيل عشان توصل تبقى رقم واحد، مش شرط يعني، ده في حد ذاته طبعا شرف، وان انت تتعب ان انت تبقى رقم واحد، بس ان ربنا يجازيك خير وعلى الرضا اللي انت فيه. دي كان الحاجه الجديده اللي انا اتعلمتها معاه، برغم ان هو اصغر مني سنا كتير يعني، بس لو شفته كميه السعاده اللي كانت على وشه بصراحه خلتني اقبل بحاجات كتيره انا في حياتي الشخصيه، ان انا وافق. طب اوكي، مش لازم تبقى حاجه نمره واحد يعني، ممكن تبقى نمره ثلاثة، اوكي انا ما فيش مشكله انا موافق. فانا مبسوط بيه جدا، واعتقد ان مصر كلها حست ان احنا عندنا قيمه اخلاقيه جديده زيك. انا بفتخر ان انا قاعد مع عمر نصر دلوقتي، لاعب الفيزيك المصري. ربنا يخليك باذن واحد احد ان شاء الله انت في مكان تاني، مش عشان اجتهادك، عشان الرضا اللي عندك فاضف للرضا ده الاجتهاد فعلا عشان توصل لمراحل كبيره جدا. وبجد انا قد ايه كنت سعيد ان انا كنت معاك النهارده، وانا نفس الكلام والله، يعني من اسعد ايامي حبيبي حبيبي. يلا اتشرفت بيك جدا. سلام.